طالبت الأستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، طالبت بتبني إجراءات فاعلة تجاه ما تصدره جهات دولية من بيانات وتقارير تحوي مغالطات مخالفة للواقع وتعتمد على معلومات مغلوطة دون التحقق منها من المصادر المعتمدة. جاء ذلك لدى مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية وما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية من انتهاكات، خاصة تجنيد الأطفال القسري واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية.